انا اسماعيل احمد ادمن جروب اولياء امور المواجهه غلاء المدارس الخاصه. احنا مشكلتنا مع الوزير ومع الوزاره ان كل المدارس دلوقتي ما بتطبقش الكتاب الدوري ولا قانون رقم 290 اللي هو مسؤول عن الشرايح. كل المدارس الخاصه رفع السنه دي من 1000 ل 3000 جنيه، مفيش مدرسه ملتزمه بقرارات. فاحنا جايين النهارده عشان نجبر المدارس اللي هي تلتزم بالقرارات بتاعه الوزير، اللي هو المفروض اساسا احنا ما نتعبش عشان تتنفذ. المفروض دي قرارات نازله من الوزاره، المفروض اي مدارس تطبقها. بس المشكله ان الادارات التعليميه في تلاعب بينها وبين اصحاب المدارس الخاصه. واحنا الاسبوع اللي فات عملنا اسبوع ضغط على الادارات، ورحنا اداره شارع مدينه نصر واداره النزهه وطلبناهم بتطبيق قرار الكتاب الدوري رقم 20 بالغاء اعاده التقييم. بس هم تلاعبوا وقال لك ان في مدارس محصنه ضد القرار، وفي مدارس عملت اعاده تقييم قبل ما القانون ينزل، فدي مش هينفع ان احنا نلغيها. فوجئنا بان رفع الكثافه في بدايه السنه من 33 فرد ل 45 تقريبا فرد. والنقطه الثانيه اللي احنا يعني اللي هي اللي ادت لده في الاساس يعني ان هي اوريدي ما فيش فلوس في الصندوق بتاع المدرسه، برغم ان احنا طبعا بنتكلم في ان احنا عندنا ميزانيه تقريبا في حدود 6 مليون جنيه، يعني تقريبا في حدود ممكن كل واحد مننا بيدفع في حدود 7000 جنيه تقريبا ك سنوي، فبتوصل تقريبا ميزانيه 6 مليون جنيه، وبرغم كده ما فيش اي مليم في الميزانيه. وده خلاهم لجأوا لرفع الكثافه، وفي نفس الوقت الغوا تعاقد مع اتوبيسات خارجيه كانت بتأجر. طبعا كانت في ناس مرتبه حياتها على المدرسه وفوجئوا ان هو مره واحده كده ما لهمش مكان.